بطولة الجمهورية ديت فرق بطولة بتاعت النادي، يعني البطولات الفردي بتبقى اغلبها بتبقى بتاعت اللعيبة، انما بطولة الجمهورية فرق دي بتاعت النادي الاهلي. فاحنا كنا بنستعد لها استعداد خاص بالتمرينات وانتظام اللعيبة ووجود العوامل اللي تساعد على الفوز، ان احنا نعمل ماتشات ودية وحاجات كده اهوت. والله احنا يعني احنا خسرنا ايفنت واحد، هو الايفنت ده احنا كنا يعني متوقعين، احنا كنا متوقعين مكسبه، بس هو اللي حصل ان سفر الفرقه لبطوله العالم مع المنتخب وقعدوا اسبوعين بره وما كانوش بيتمرنوا قوي هناك والكلام دوت، فجينا دخلنا على البطوله على طول، فعشان كده حصل دروب في الحته دي وما كسبناش الايفنت ده. هو الحمد لله والشكر لله ان احنا خدنا 7 ايفنتات من 8. الحاجة الجميلة كمان السنة دي ان احنا ايفنت 12 سنة ده كنا بقالنا 4 سنين ولا 5 سنين ما بنكسبوش. فالحمد لله السنة دي كجهاز تنس طاولة ونشاط رياضي قدرنا نسد الضعف اللي عندنا في الناشئين تحت 12 سنة، لان كانت الاولاد صغيرة وبدأت الاولاد تكبر وبدأنا نركز على 12 سنة، لأن مش من السهل أن النادي الأهلي يخسر إيفنت لمدة 4 سنين. حاجة كانت حاجة كانت قلقانة إحنا قوي، فاشتغلنا عليها طول السنة. وطبعا بشكر مدرب الفريق اللي هو تعب معاهم قوي، الكابتن هاني رضا، وإحنا كلنا ساعدناه وقدرنا نكسب الايفنت السنه دي، ودي كانت فرحه كبيره قوي بالنسبه لينا. هو الحقيقه احنا ما كناش المفروض نخسر الايفنت ده، بس كانت ظروف الاولاد لسه جايين من بطوله العالم وكانت بعيده عننا كنادي اهلي كتمرين نادي الاهلي. انت عارف حضرتك ان احنا من النوع اللي احنا بنهتم باللعيبه قوي والتدريب صباحا ومساء، وهم كانوا لسه جايين من بطوله العالم، وبعد بطولة العالم ما خلصت قعدوا حوالي 4 أيام ولا 5 أيام عقبال لما في طيران يجيبهم لمصر. إن شاء الله إحنا بقى بنركز على المرتبط اللي جاي الشهر الجاي إن شاء الله. المرتبط طبعا إحنا بنستعد ليه بردك، على أساس إحنا عمرنا ما خسرنا المرتبط، وكل سنة بنكسب المرتبط وإن شاء الله نكسبه السنة دي. عندنا مسابقات 12 سنة بنات و15 سنة و18 سنة و21 سنة، كلهم بنات النادي وكلهم شاركوا في البطولة دي، والبطولة دي بطولة مهمة جدا بالنسبة للعيبة وللمدرب وللنادي لأن هي باسم النادي. الحمد لله كسبنا الأربع إيفنتات. النهائي كان تحت 12 سنة مع نادي الإسماعيلي. بقية المسابقات كان مع المنافس التقليدي نادي الزمالك يعني، وقدروا البنات الحمد لله إن هم يحققوا المكسب في البطولات دي كلها. بيبقى تعب سنة كاملة تقريبا، المدربين كلهم كانوا شغالين يعني شغل جامد جدا وتعبوا جدا مع البنات طول السنه، بيبقى شغل كتير وشغل تعب عشان نوصل للبطوله دي، والبطوله دي بيبقى لها طعم بالنسبه للمدربين بطعم تاني خالص وللعيبه برضو يعني. زي ما بقول لحضرتك هي باسم النادي، مكسبها بيبقى باسم النادي الاهلي، لما بتكسب بتحس ان انت عملت انجاز يعني محترم يعني. الحمد لله السنه دي قفلنا البطوله كلها، الاربع مسابقات كسبناهم الحمد لله. هي السنه دي يمكن احنا كنا مستعدين كويس قوي، وهي طبعا في منافسات وقويه والكلام ده كله طبعا مقبول يعني، انما زي ما بقول لحضرتك يعني بيبقوا رايحين من هنا اللعيبه والمدربين على امل ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه بعد التعب اللي حصل طول الموسم، وده اللي كان حصل السنه دي الحمد لله يعني. بعد ما كله اجتهد وعمل اللي عليه ربنا كلل بقى التعب ده كله بنجاح وبمكسب الحمد لله. عندنا مرتبط ده برضو ناشئين وناشئات، ده مرتبط بالدوري الممتاز بتاع الرجال والسيدات، وعندنا دوري سيدات دورة تانية لسه هتتلعب ان شاء الله في القاهرة شهر 1، وعندنا بطولة الجمهورية شهر 2، وعندنا بعد كده الدوري الممتاز شهر 3 وشهر 4 ان شاء الله. بالنسبة لينا دي البطولة الاهم بالقطاع الناشئين اللي هي البطولة اللي احنا منتظرينها الموسم كامل يعني. طبعا الحمد لله كانت نتائج كويسة جدا، احنا يعتبر يعني لو هنتكلم بطريقة الكورة احنا كسبنا 7-1 يعني، الماتش خلص 7-1 للنادي الاهلي. كسبنا كل ايفنتات ما عدا ايفنت 18 سنه اولاد، بس الحمد لله نتائج التوتال طبعا دي حاجه كويسه جدا جدا يعني. قدرنا نكسب الزمالك تقريبا في كل الايفنتات سيمي فاينل وفاينل، والحمد لله خدنا البطوله يعني باكتساح يعني. 12 سنه احنا كسبنا فاينل الزمالك 3-2 وسيمي فاينل كسبنا سبورتنج، 15 سنه كسبنا الزمالك فاينل 3-0، 18 سنة خسرنا من الزمالك سيمي 3-2،
21 سنه كسبنا الزمالك سيمي فاينل 3-1 وكسبنا سبورتنج في النهائي 3-1. اول ايفنت كان قوي جدا اوريدي، احنا معنا فرقه كانت فرقه تقيله جدا، هي فرقه فيها محمود اشرف وفيها كريم عبد العزيز، ودول اتنين اصلا في ايفنت 21 سنه ومعهم عبد الرحمن ابراهيم. الثلاثه دول اوريدي بيلعبوا في المانيا، محترفين في المانيا اوريدي بيلعبوا معنا في النادي الاهلي، ده بالاضافه للمجموعه اللي هي لعيبه 18 سنه اللي بيكملوا الفرقه، جواد كريم، احمد البرامي، مروان ابو هاب، ومحمد طارق، وكريم سامع. هو الايفنت اوريدي ايفنت تقيل جدا، وكان لنا منافسين، في اتنين منافسين كانوا تقال جدا في البطوله، كان نادي الزمالك ونادي سبورتنج. الحمد لله ربنا قدرنا وكسبنا ماتش الزمالك 3-1 بعد ماتش اصلا كان عصيب جدا، كل الماتشات كانت 3-2، بس الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 3-1. وبرده ماتش سبورتنج ما يقلش صعوبه، ماتش الزمالك كان اقوى، ممكن يكون كان اقوى من ماتش الزمالك بالنسبه لنا، واحنا كنا عاملين له حساب اكتر من ماتش الزمالك يعني بيني وبينك يعني، بس الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 3-1 الحمد لله. السنه دي يعني الحمد لله كسبنا برضو 4 ايفنتات، كان الماتش بتاع فرقه 18 سنه، الايفنت بتاع 18 سنه بنات كان صعب شويه لدرجه ان هو وصل 2 الكل، وحتى الماتش الخامس كان 2 الكل، وكانت لعيبه الزمالك كانت متقدمه 8-6 في الجيم الخامس، بس الحمد لله اللعيبه بتاعتنا ساره الحاكم كسبت والحمد لله كسبنا البطوله. يعني دلوقتي بطولات الفرق او يعني بنهايه بطوله الفرق الموسم يعني يعتبر يعني بينتهي ان شاء الله بقى في نص السنه، ان شاء الله في اجازه نص السنه عندنا بطوله في جميع الاعمار 12 15 18 21 رجال وسيدات، وان شاء الله بنستعدلها ان شاء الله. مبدئيا كده يعتبر ده اغلى ايفنت للنادي السنه دي، يعني البطوله كانت غايبه عن النادي تقريبا 4 سنين، فالحمد لله السنه دي ربنا قدرنا واللي احنا قدرنا نكسب الايفنت، والايفنت كان قوي جدا وماتشات قويه جدا، وكسبنا الحمد لله الزمالك في النهائي 3-2، ماتش كان حلو قوي. هي فرقه الزمالك فرقه محترمه ولعبتها لعيبه كويسه، بس الحمد لله ربنا قدرنا اللي احنا الماتش في الاخر يبقى لصالحنا الحمد لله. يعني اصعب لحظه الماتش كمان كان 2-0 لينا وتحول 2-2 في الماتش الخامس، بس الحمد لله الماتش الخامس احنا حسمناه، يعني الحمد لله ما كانش فيه صعوبه قوي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا ناخد اول في الايفنت. لعبنا في الماتش اللي قبل النهائي كسبورتنج، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب 3-1، وفي النهائي الحمد لله برضه لعبنا الزمالك وقدرنا ان احنا نكسب 3-0 الحمد لله وناخد اول. اكيد بتبقى الماتش النهائي بيبقى الفرحه حلوه، وان انت بتكسب المنافس نادي الزمالك طبعا بيبقى الفرحه حلوه جدا انك تاخد بطوله الفرق، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخدها واللعيبه كانت رجاله وقد المسؤوليه الحمد لله. حاجه مهمه اننا ان احنا يبقى عندنا يعني في الايفنت اعمار مختلفه، احنا عندنا هنا تحت 12 سنه بتشارك معنا في 15، عندنا فريده وفي دنيا وجانا ومريم، دول كانوا الخمسة الأساسيين اللي موجودين معانا اللي سافروا، وطبعا بقية الفرقة كلها كانت موجودة، وكان التمرين يعني مكثف جدا الفترة اللي فاتت بالذات قبل بطولة الفرق، بيبقى يعني بنقعد نركز على حاجات معينة، وطبعا احنا على طول يعني دايما بنحط قدامنا تارجت ان النادي الاهلي دايما بيبقى عايزينه رقم واحد. الايفنت كان صعب قوي السنه دي، يمكن عكس كل سنه، احنا السنين اللي فاتت كلها كنا بنكسب بسهوله عن كده، بس هو السنه دي الزمالك جاب لعيبه تاني من بره كتير عشان كان عايز يكسب الايفنت، يعني جايب حوالي 3 لعيبه السنه دي منهم رقم واحد على مصر عشان ياخد الايفنت ده، لان احنا بقى لنا تقريبا 10 سنين بناخده يعني، بس احنا كسبنا الحمد لله 2، وكان عندنا ثقه في ربنا وكان ثقه في اللعيبه بتاعتنا كلها، احنا عندنا لعيبه كويسه ولعيبه كبيره، واحنا كمان يعني متوسط اعمارنا اصغر كمان منهم يعني فرق عنهم، احنا كسبناهم الحمد لله 3-2. ماتش كان في الاخر كان صعب شويه بس الحمد لله يعني كان 2-2 وكنا خسرانين في اخر ماتش 8-6 بس كسبنا 11-8، ده كان اخر لحظه يعني، بس الحمد لله بلس 90 زي الاهلي كده في الكوره بالظبط. هي قبل كل ماتش جاهزه يا هنا، بسالها جاهزه يا هنا، هي جاهزه كل الماتشات وبتشجع زمايلها، زمايل هي خبره عنهم بكتير فبتشجعهم قبل الماتش ولازم نكسب، بتديهم روح قبل الماتش، وبتدي المدرب برضو ان معايا هنا جوده بتديني ثقه في الماتشات كتير جدا، وببقى نازل عارف ان ماتش هنا ضمنه بنسبه 98%. هو المفروض احنا كنا نلعب في الفاينل الزمالك، بس خسروا من الاسماعيلي في السيمي، فانا كنت مركز في ماتش الاسماعيلي والزمالك، فلما خسروا بصراحه استريحنا شويه، الاسماعيلي يعني المفروض بالنسبه لنا اقل شويه، فكنا نازلين الفاينل مركزين وكل حاجه، بس الضغط اقل شويه لما جه الاسماعيلي في الفاينل. يعني هي البطوله صعبه، بس احنا الحمد لله كنا دايما واثقين في لعبتنا وتمرنا كويس وتعبنا الفتره اللي فاتت جدا وعملنا اللي علينا، فالتوفيق بتاع ربنا طبعا، فربنا وفقنا يعني نتيجه 3-0 نتيجه مفاجاه طبعا،
فرقه الزمالك تيم تقيل وتيم قوي، بس احنا كنا قدها قدود يعني. هو الولاد كلهم واحد، انا عندي الثلاثه اللي شاركوا زي الثلاثه اللي قعدوا او زي الثلاثه اللي ما سافروش معايا البطوله هناك، وكان اي حد فيهم هيشارك كنت واثق 100% ان هو هيكسبني وهنكسب البطوله بيه يعني. فهو عشان كده كلهم حاسين بالوضع ده، وهم كلهم بيحبوا بعض فعلا، وروح النادي الاهلي ما بينهم. فاهم حاجه زي ما انت سمعت منهم ان احنا نكسب البطوله، ده المهم بالنسبه لنا يعني. احنا متوقعينه من قبل ما نسافر، لان سبورتنج هي اقوى في ال21 سنه اللي لعبتهم، بيلعبوا دوري ويلعبوا رجال وكده. ماتش ال21 في الزمالك كان سهل، كان سيمي فاينل. فرقه الزمالك كانت عاديه جدا جدا في ما كانتش بالنسبه مقارنه للفريق ال21 سنه. عندنا احنا قتل، عندنا لعيبه محترفه في المانيا، ثلاث لعيبه وتصنيف دولي، فاحنا كنا متوقعين اللعيبه الجامده. سبورتنج رغم ان احنا عندنا لاعب تصنيفه خامس على العالم ما جاش لعب الايفنت ال21، ورغم كده الحمد لله كسبنا باللعيبه، منهم لعيبه تحت 18 سنه كمان دخلناها في 21 وكسبت الماتش عادي الحمد لله. السكور اللي كان محطوط كنا حاطين طريقه تركيب لعب، مين يعرف يلعب على مين، فسبورتنج غير السكور. رغم كده اللاعب اللي احنا حطيناه يلعب قال ما تقلقش يا كوتش، واحنا النادي الاهلي طول ما بنلعب باسم النادي الاهلي احنا قد المسؤوليه ونلعب اي حد. وفضل نزل كسب، واللاعب التاني نزل كسب وكسبنا الماتش الحمد لله. هو انا ما لعبتش عشان عندي اصابه، بس انا كنت موجوده معاهم كل ماتش. انا كنت شايفه ان يمكن اصعب ماتش هو اخر ماتش، ماتش الزمالك، لان فيهم لعيبه كويسين، بس هم الحمد لله كانوا قدها وعرفوا يكسبوا. هو دايما الماتش الصعب بيبقى ماتش الزمالك، عشان زي ما مريم قالت هم فعلا لعيبه كويسه جدا، بس احنا دايما بيبقى نازلين بنفايت من اول بوينت عشان ما نحاولش ان احنا نخلي الماتش صعب. فهو بالنسبة لنا كان أصعب ماتش الزمالك، بس الحمد لله احنا قدرنا يعني ونكسب الماتش. كانت أصعب بطولة زي أصعب ماتش كان زي 21، كان برضو ماتش الزمالك. الحمد لله عرفنا نكسب 3-2. أنا الحمد لله عرفت أجيب ماتشين والحمد لله كسبنا. أنا مش بخاف في أي وقت يعني، بس يعني وأنا بقى بتعامل مع اللي عنده 10 سنين زي اللي عنده 25، ما ينفعش نستهتر بأي حد، لازم نلعب كله زي ما هو. وطبعا اللعب بيفرق طول ما سننا بيكبر والمهارة بتكبر، بس برضه لازم نعمل حساب للصغيرين.